السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بإذن الله النهاردة هنبدأ في منهج علوم الصف السادس الابتدائي. عندنا أول درس بيتكلم عن الفرق ما بين الكتلة والوزن. كتير مننا عنده مفهوم خطأ إن الكتلة هي الوزن، وليكن لما واحد فينا بيروح يوزن نفسه في الصيدلية بيقف على الميزان فبيقول أنا عايز أعرف وزني كام، وليكن يطلع على الميزان ان الوزن 60 كيلو فقول انا وزني 60 كيلو، وده طبعا مفهوم غلط. الجسم عندنا بيتكون من لحم، بيتكون من عظم، يتكون من دم، كل المكونات دي مع بعضها المفروض ان هي الكتلة. يبقى الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. جسم الإنسان قلنا يتكون من عظم، يتكون من لحم، يتكون من دم، لما نجمعهم مع بعض يديني الكتلة. لما اروح عند بتاع الفاكهة اقول له انا عايز مثلا 2 كيلو تفاح، عايز 2 كيلو عنب، دي كتلة، دي كتلتها وليس وزنها. يبقى الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. يعني 2 كيلو تفاح طلعوا 10 تفاحات، يعني موجود في الكيس 10 تفاحات، يبقى الكيس ده كتلته 2 كيلو. طيب هنقيس الكتلة بإيه؟ قلنا بالكيلو جرام. طيب الكيلو جرام لو احنا بنقيس حاجة كبيرة قلنا زي الفاكهة أو جسم الإنسان، طيب بنستعمل إيه فيهم؟ الميزان ذو الكفتين أو الميزان الرقمي. الميزان الرقمي اللي هو موجود في الصيدليات، الميزان ذو الكفتين اللي هو موجود عند بتاع الفاكهة والخضروات. عندنا كمان وحدة قياس الكتلة هي الجرام للحاجات البسيطة زي الذهب. عندنا الذهب بيكون وزنه بسيط فبلاقي ان هو بينقاس بالجرام. طيب بنستخدم ايه علشان نوزن الذهب؟ ممتازين، الميزان الحساس. يبقى الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة، عندنا وحدة قياسها الكيلو جرام للأوزان الثقيلة والجرام للأوزان الخفيفة، وفي برضو الطن للأوزان الثقيلة جدا زي الحديد. أما الأدوات اللي احنا بنستخدمها في قياس الكتلة هي قلنا الميزان الحساس، ده بيستخدم في قياس الجرامات الصغيرة زي قياس الذهب. الميزان ذو الكفتين ده قلنا بنستعمله في وزن الخضروات والفاكهة. قلنا اللي هو الميزان الرقمي ده بنستعمله في معرفة كتلة الإنسان أو بعض الأشياء. كمان هنلاقي يا حبايبي إن الكتلة ثابتة. يعني إيه ثابتة؟ يعني ما بتتغيرش من مكان لمكان آخر. يعني عندنا لو أنا وزنت كيلو تفاح على سطح الأرض هيطلع كيلو، وليكن طلعت على القمر هيطلع برضو نفس الكتلة كيلو. يعني الكتلة ثابتة لا تتغير، يبقى مقدار الكتلة ثابت لا يتغير، مقدار الكتلة ثابت لا يتغير، مهمة جدا خلي بالكم منها. طيب ايه هو الوزن بقى؟ الوزن هو قوة جذب الأرض للجسم. قوة جذب الأرض للجسم يعني ايه؟ في حد مثلا نلاقيه ماشي كده نقول ايه ده خفيف، ده لو عملته كده هو هيطير، ده وزنه خفيف، الارض مش شداه، بالرغم من حاجة تانية بنلاقيها ان هي تقيلة، كتلتها تقيلة، فتلاقي الارض سحباها، مش من السهل ان احنا نحركها. يبقى الوزن هو قوة جذب الارض للجسم. كلنا عارفين ان عندنا العالم اسحاق نيوتن في يوم وهو قاعد وقعت عليه تفاحة، فقال استغرب، قال ازاي التفاحة دي نزلت على الارض؟ فلما قعد وفكر لقى ان الارض فيها قوة جذب بتجذب الاجسام ليها، سمى قوة الجذب دي بالوزن. يبقى الوزن هو قوة جذب الارض للجسم. طيب هنقيس الوزن بايه؟ بوحدة النيوتن. نسبة لمين؟ للعالم اسحاق نيوتن. يبقى الوزن يقاس بوحدة النيوتن. طيب هنعرف ازاي الوزن او هقيسه بايه؟ بنقيس الوزن بحاجة بنسميها الميزان الزنبرقي، هوريكم صورته وهنشرحه مع بعض.
بيكون فيه من تحت كده زي حتة حديدة بنركب فيه الجسم، ولما الجسم يعني عند مؤشر معين هو ده هيبقى القراية. هنشوف صورته مع بعض وهنشرحه مع بعض. يبقى الوزن تاني مقدار قوة جذب الأرض للجسم، بنقيسه بوحدة النيوتن. أما الأداة المستخدمة في قياسه هي الميزان الزنبرجي. هنلاقي إن الوزن عكس الكتلة، الكتلة كانت ثابتة مقدارها ثابت لا يتغير من مكان إلى آخر، أما الوزن يعني بيتغير باختلاف المكان. وليكن عندنا سطح الأرض، بنلاقي إن الوزن بيكون عليه كبير، أما الوزن على سطح القمر أو قوة جذب القمر للأجسام بيكون بسيط جدا. هنلاقي إن الوزن على سطح القمر بيساوي سدس الوزن على سطح الأرض، دي مهمة جدا خلي بالكم منها. الوزن على سطح القمر بيساوي سدس الوزن على سطح الأرض. طيب هنلاقي إن ليه الوزن بيختلف من مكان لآخر؟ هقول علشان كتلة الجسم. ليه او بتتغير على حسب ايه؟ كتلة الجسم. قلت لو الجسم كتلته كبيرة هيبقى قوة جذب الارض ليه ايه؟ كبيرة. اما الجسم لو كتلته صغيرة هيبقى كتلة او قوة جذب الارض ليه صغيرة. بعد الجسم عن مركز الكوكب، اكيد لما بنكون واقفين في الادوار بعيدة كده على السطح بتلاقي نفسك واقف خايف او مهزوز، تحس ان انت جسمك مش راسي. يبقى كل ما بعدنا عن مركز الارض الوزن بيقل، عشان قوة جذب الارض لنا ايه؟ بتقل. كمان كل ما الكتلة بتقل قوة جذب الارض بتقل، يعني الوزن هيقل. طب يا حبايبي لو انا معايا كتلة جسم اقدر اجيب وزنه؟ تقدر تجيب وزنه. عندنا قانون ثابت بيقول ان وزن الجسم بيساوي كتلة الجسم بالكيلوجرام في 10. كتلة الجسم بالكيلو جرام في 10. وليكن عندنا بيقول لي اذا كانت كتلة جسم ما 50 كيلو جرام احسب الوزن. هقول له وزن الجسم بيساوي الكتلة بالكيلو جرام في 10، يبقى الوزن هيساوي 50 × 10 بتساوي 500 نيوتن، لان انا قلت الوزن بينقاس بوحدة الايه؟ النيوتن. تعالوا بقى نعمل مراجعة سريعة مع بعض. قلنا ايه؟ الكتلة مقدار ما يحتويه الجسم من مادة، اما الوزن هو قوة جذب الارض للجسم. وحدة قياس الكتلة قلنا عندنا الجرام، دي بنقيس بيها الاجسام الدقيقة زي الذهب، اما الكيلو جرام زي الفاكهة والخضروات وجسم الانسان. الطن دي للاجسام الثقيلة جدا زي الحديد. قلنا بنقيس الكتلة بالميزان ذو الكفتين والميزان الحساس والميزان الرقمي. قلنا ان الكتلة مقدارها ثابت ما بتتغيرش، اما الوزن هو قوة جذب الارض للجسم. قلنا وحدة قياس الوزن النيوتن، اما اداة القياس هي الميزان الزنبرجي، وقلنا ان هي بتتغير من مكان لاخر حسب كتلة الجسم وبعده عن مركز الكوكب. وزن الجسم على سطح القمر بيساوي سدس وزن الجسم على سطح الارض. كمان قلنا ان احنا لو عندنا وزن وعايزين لو عندنا كتلة وعاوزين نجيب الوزن سهلة جدا. عندنا قانون ثابت بيقول لي ان الوزن بالنيوتن بيساوي الكتلة بالكيلوجرام في 10. تعالوا بقى نحل كده شوية اسئلة مع بعض ونقط مهمة، ونحل كمان شوية مسائل. عندي سؤال بيقول اذا كانت كتلة الجسم على سطح الارض بتساوي 50 كيلوجرام، فإن كتلته على سطح القمر بتساوي كام؟ هيبقى بتساوي كام؟ يبقى بتساوي 50. ليه بتساوي 50؟ عشان احنا قلنا ان الكتلة ثابتة لا تتغير من مكان لآخر. خلي بالكم السؤال ده مهم جدا جدا جدا. سؤال تاني بيقول لي اذا كانت كتلة جسم اذا كان وزن جسم على سطح الارض بتساوي 60 نيوتن، فإن وزنه على سطح القمر بتساوي نقط. هقول وزن الجسم على سطح القمر بتساوي سدس وزن الجسم على سطح الأرض، يبقى وزن الجسم على سطح القمر هيساوي 60
في سوتس بتساوي 10 نيوتن. الأسئلة اللي شكل دي يا حبايبي مهمة جدا، لأنها بتبقى متشابهة، الكتلة ثابتة أما الوزن بيتغير. خلي بالكم من الأسئلة اللي شكل دي. عندنا سؤال بيقول ماذا يحدث إذا زادت كتلة الجسم؟ هقول له بزيادة كتلة الجسم يزداد قوة جذب الأرض له، أي يزداد وزنه. يبقى لما الوزن بيزيد الكتلة بتزيد، قوة جذب الأرض بتزيد، يعني إيه؟ يعني الوزن بتزيد. طيب ماذا يحدث إذا قلت كتلة جسم؟ هقول له تقل قوة جذب الأرض في الجسم فيقل الوزن. سؤال تالت بيقول لي ماذا يحدث إذا انعدمت جاذبية الأرض؟ هقول له لا تسقط الأجسام نحو مركز الأرض وتطير في الفضاء، قوة جذب الأرض لها هتبقى منعدمة، فهي مش هتنزل للأرض، لا دي هتطير. آخر سؤال في ماذا يحدث بيقول لي ماذا يحدث عند تعيين وزن وكتلة رائد فضاء على سطح الأرض وفي داخل سفينة الفضاء بعيدا عن الأرض؟ عايز يعين وزن وكتلة رائد الفضاء وهو بعيد عن سطح الأرض. هنبدأ بالكتلة. هقول له إن كتلة رائد الفضاء هتظل ثابتة مش هتتغير، أما الوزن هقول له كلما ابتعدنا عن مركز الأرض يقل الوزن. ليه؟ كلما ارتفعنا لأعلى قلت قوة جاذبية الأرض للجسم، وقوة جاذبية الأرض للجسم اللي هي الوزن. هو ده يا حبايبي الميزان الزنبرك اللي احنا هنستعمله في تعيين الوزن. لو عندنا اي جسم بنعلقه في الميزان من تحت، فالمؤشر بيتحرك وبيحدده لي. هنلاقي على الشمال مكتوب ان يعني نيوتن يعني وزن، وعلى اليمين مكتوب جي اللي هو الجرام يعني الكتلة. وده شكل تاني من الميزان الزنبرك. اما ده الميزان ذو الكفتين اللي احنا كلنا عارفينه واللي بنستعمله في تعيين الكتلة. في كمان شكل اللي هو الميزان الرقمي. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا درس النهاردة. اتمنى تكونوا استفدتوا. لو حد عايز يسأل في اي حاجة انا موجودة معاكم، وهحط لكم صفحة الفيس برضو. وبالتوفيق للجميع.